بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنبدأ مع بعض النهاردة التكتشرينج أو الماتيريالز. الأول قبل أي حاجة، الماتيريال أو التكتشر في سينما عبارة عن تاج. يعني إيه تاج؟ يعني آيكون أو كوماند بينزل قدام الأوبجكت في الأوبجكت مانجر. الاول قبل اي حاجه، لما انت بتنزل ماتيريال او بتنزل ماتيريال تاج او تيكتشر تاج، بينزل التاج هنا بالمنظر ده كده، وبيبقى فيه علامه استفهام هنا لو انت حذفت التيكتشر من هنا. طب انا لو انا عايز اشيل التاجز دي كلها، طبعا انا كنت حاطط على حاجات كتير قوي قوي، فانت مش فاكر ومش هتقعد تدور على كل ده. في الحاله دي بنستخدم حاجه حلوه قوي اسمها الفلترنج. فين الفلترنج؟ شفتوا العين المغمضه دي؟ كليك افتح، هتلاقي عندك اوبجكتس ولا تاجز ولا لايرز. انت عايز تدور على ايه او تسلكت ايه؟ انا عايز اقول له تاجز. هنا بيجيب لك كل التاجز اللي محطوطه هنا. انا عايز مين التكتشر تاج. ادي التكتشر تاج. دبل كليك على التكتشر تاج، عمل لك سلكت على 47 تيكتشر تاج. طبعا كنت هتدور عليهم فين في وسط ده كله؟ مفيش. اقف هنا كده واعمل ديليت. طبعا ما اتعملش. فالحل اللي انا بعمله ان انا بضغط كنترول كليك وبعدين كليك تاني، يعني كنترول كليك وكليك تاني، وانا داس كنترول وبعد كده اسيب وبعد كده اقول له ديليت. كده انا شلت كل التيكتشر تاج اللي عندي. ده بالنسبه للتاجز. طب انا لو عايز مثلا وانا بشتغل اخف الفيو بورت شويه وعايز اقفل كل السب ديفيجن سيرفيس عشان يعني اشتغل براحتي وبعد كده ابقى افتحهم تاني وانا برندر مثلا، طبعا انا مش هفضل افتح كده واشوف وافضل ادور بقى فين السب ديفيجن واقفل. لا، ممكن نعمل حاجه حلوه قوي. هروح هنا الاوبجكتس، ومن اوبجكتس يديني كل الاوبجكتس اللي عندي. كام كاميرا، كام بيفل، كام كلونر، كام سلندر. انزل تحت هتلاقي عندك سب ديفيجن سيرفس، عندك 10. دبل كليك عليهم كده، تمام. افتح ده كده، اول واحد يقابلك كنترول كليك كنترول كليك تاني، جابهم لك كلهم هنا. تعال على بيزك مثلا وقول له ديسيبل. كده انت قفلت العشرة كلهم في وقت واحد. تفتح تاني. فده الفلتر. طبعا سيلكشن جميل وبيوفر وقت جامد جدا. في كمان هنا السيرش. لو انا كتبت مثلا ريم اللي هو بتاع العجله، هيجيب لي الريم وهكذا. عايز اشيل، اضغط كليك شيل، اضغط سيرش، اقفل السيرش. انا تعمدت اسيب التكتشر هنا بعلامه استفهام علشان تعرفوها. طيب ازاي نعمل تكتشر الاول؟ قبل ما اقول ازاي نعمل تيكتشر، التيكتشر محتاجه حاجه تعكسها، لان انا هعمل انعكاس او هعمل ريفليكشن، لان انا هعمل خامات معادن، كل حاجه فيها ريفليكشن، حتى الرمل على فكره، تمام، حتى التراب، حتى الدست، تمام. طيب هعمل الريفليكشن ده ازاي؟ انا لو جيت اعمل ريندر كده، ده القديم بتاعنا، جميل. ولو جينا فتحنا كده، ده الجي اي خلاص والجو تمام، ما علينا من البتاع دي. وهشيل الكالر مابنج عشان اقول لكم ده. المهم كده احنا رجعنا على اعداداتنا. لا، اعدادات ايه ده، انا ما كنتش شرحت الجي اي. طيب هشيل ده كمان، وكده يبقى احنا شغالين على وضعنا العادي خالص اللي هو القديم. دلوقتي انا عايز ما اعتمدش بس على اللايتس دي، يعني اللايتس اللي هنا دي انا مش عايز اعتمد عليها، انا عايز اعتمد على مصدر اضاءه تاني زي الانفايرمنت، كاني حاطط انفايرمنت حوالين المشهد بتاعي. الانفايرمنت ده يعني هينعكس على التكتشرز، وفي نفس الوقت اقدر اخد منه اضاءه. طب الموضوع ده يجي ازاي؟ بصوا كده، لو احنا مؤقتا الت دبل كليك
قفلنا كل اللايتس، الترا بكليك الترا بكليك الترا بكليك كده، احنا اصلا ما عندناش ولا لايت في السين. تمام. طيب عشان اعمل تيكتشر اهو دلوقتي انا هشتغل عشان احط السكاي اللي هي هتعمل ايه، السكاي اللي هي هتديني مصدر الاضاءه بتاع الانفايرمنت اللي احنا بنسميه بقى جلوبال الومينيشن او جي اي. تمام. طب نعملها ازاي؟ هاجي هنا في الماتيريال مانجر واضغط دبل كليك. دبل كليك بيديني السفير دي اللي هي الايكون بتاعت الماتيريال، دبل كليك عليها تاني ده اللي هو الماتيريال اديتور. نحاول نحفظ المصطلحات لان انا بيجي لي اسئله على الخاص. تمام. فلما بقول المصطلح اللي قدامي ما بياخدش باله، طبعا مش هعرف اقول بالعربي، مش هعرف اقول لك مثلا الايقونه الثانيه من الشمال. تمام. مش هعرف اقول كده. تمام. فعلشان اقدر ارد على الاستفسار اللي جاي لازم تعرف المصطلحات. تمام. لان انا لما هرد عليك هقول لك مثلا افتح الماتيريال اديتور وروح عرف الاكتنس شانل، مش هقول لك بقى ايه شوف تاني نافذه من تاني نافذه من تحت وافتح الكوره دي. تمام. وتروح على خامس قناه من الشمال، عمري ما هرد عليك كده. فيا جماعه نحفظ المصطلحات بتاعتنا علشان ليك وليا، يعني ليك عشان تعرف تشتغل وليا عشان اعرف ارد عليك لما تستفسر. هقول الريفلكتنس دي عباره عن ايه بس هشيلها دلوقتي، والكالر تشانل برضه هقول عباره عن ايه بس هشيلها دلوقتي. كده عندي ماتيريال سوداء. هنا هنكتب اسم الماتيريال دي هنسميها جي اي سكاي، وهاجي على تشانل اسمها لومينانس. لومينانس بنسميها القناه المشعه، يعني لو انا حتى لو علمت عليها كده تلاقي كانها منوره. معنى انك تحط لومينانس ان انت بتعتبر ان الماتيريال دي مصدر اضاءة، بس بالمنظر ده هتديني اضاءة لونها ابيض. طب انا قلت من شوية انا عايز environment، عايز زي ما يكون في بيئة، البيئة دي انا باخد منها الاضاءة. تكنيك الاضاءة، خلي بالكوا عشان في حاجتين دلوقتي، تكنيك الاضاءة بالمنظر ده اسمه الجي اي، يعني ان انا بنور السين بتاعتي عن طريق تكتشر ده اسمه الجي اي. لكن نوع الصورة اللي احنا هناخد منها الاضاءة اسمها اتش دي ار اي، او المعنى الدارج بتاعنا او اللفظ الدارج هيدر. اتش دي ار اي اختصار ل هاي دايناميك رينج ايمج، لان تبقى صور متاخدة بكاميرات عالية جدا بكواليتي عالي جدا 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 جدا. خلاص. ففعلا بتدي اضاءة جميلة جدا. طبعا موجود منها باكجز كتير جدا على الانترنت، اهمهم موقع اسمه اوبن فوتجز، افتكر دوت نت، اكتبه في جوجل اوبن فوتجز. تمام. او اوبن فوتج على ما افتكر، اوبن فوتج ده في حاجات فري كتير قوي. طب انا هجيب التكتشر دي احطها فين؟ هحطها هنا في تكتشر. السهم الصغير ده في كل الشيدرز اللي بنستخدمها في سينما 4D. لو ضغطنا كده في شيدرز كتير جدا. انا من كل ده عاوز اقول له لود ايمج. لو ضغطت على لود ايمج هيفتح لي، طبعا ده اخر حاجه انا كنت عليها. فاروح لتكتشرز، في فولدر عندي اسمه اتش دي ار اي اهو، في كتير بقى. خلاص. طبعا مكتبه كبيره جمعتها على مدار الايام اللي فاتت او كام سنه اللي فاتوا. هروح على اي واحده من دول، هروح مثلا على انفايرمنت دي، والله ما انا عارف دي فيها ايه، دبل كليك كده هتاخد اضاءه زي دي. طبعا انت بتبقى انت عارف بقى يعني انت عايز الاضاءه بتاعه الشوت بتاعك تبقى شكلها عامله ازاي. كده يبقى انا هاخد اضاءة وقت الغروب، او يبقى السين بتاعتي وقت غروب. انا مش عايزها وقت غروب، انا عايزها وورم كولرز، يعني الوان دافية شوية. فانت بتقعد تشوف بقى، يعني انت بتنقي خامة الهيدر
زي ما انت عايز. دي برضو فيها شوية حاجات مش عارف نو no. هقول لكم الرسالة دي معناها ايه دلوقتي. الوقت ده لان بتبقى التيكتشر دي عالية جدا، خلي بالكوا كل ما بتعلى كل ما وقت الريندر بيزيد. شايفين دي كام؟ 12000 في 6000، 12000 في 6000، تمام. يعني كبيرة، كل ما بتكبر طبعا كل ما تبقى احسن، تمام، لكن طبعا وقت الريندر بيزيد. ف براحتك عايز تختارها اختارها. انا هاخد مثلا من الفولدر ده دبل كليك، في كام حاجة حلوين. ممكن اخد اللي هي ال 3 free sample، هاخد دي دبل كليك كده. الرسالة دي بقى، الرسالة دي بيقول لي this image is not in the project search path، do you want to create a copy at the project location. معناها ان انت لو عامل سيف للبروجكت بتاعك، وانا فعلا عامل له سيف، بيقول لك ان الصورة دي مش موجودة في المسار بتاع البروجكت او في فولدر البروجكت، هل اعمل لها كوبي ولا ما اعملهاش كوبي. عايز تقول له يس قول له يس، هيعمل لها كوبي ويحطها جنب البروجكت بتاعك. مش عايز تقول له يس قول له نو. طب الهيدر نازله بالمنظر ده، بالمناسبه الويندو دي لو صغيره اعمل رايت كليك قول له هيوج. طب لو انت عايز تكبرها شويه رايت كليك بقى وقول له اوبن ويندو، تمام. طبعا كل ما بتكبر كل ما بتاخد وقت على فكره في الابديت، لان هو بيرندر يعني. تمام قوي. طب الهيدر نازله بالمنظر ده، بالمنظر ده ولا هعرف انور حاجه ولا هعرف اعمل اي حاجه. وكمان لو ما هي دي لما تتحط ونحط هنا تكتشر او ماتيريال هتنعكس عليها، طبعا هيعكس اسود. طب مشكلتنا فين؟ بص كده لما انت بتحمل تكتشر بيقول لك الريزولوشن 4000 في 2000، حلو قوي. ار جي بي 32 بت، جميل جدا. بالمناسبه هنا لو حملت جي بي جي ولا بي ان جي كل الكلام ده هقص، انسى. هتلاقي الدنيا نورت بس يعني لعب عيال ومش النور اللي انت متخيله، لان شتان الفرق بين البي ان جي والجي بي جي وبين الاتش جي ار اي واللي تليها على طول الاوبن اي اكس ار. يعني امتداد الصوره دي هتلاقيها اتش دي ار، في صور تانيه هتلاقيها اوبن اي اكس ار امتدادها اي اكس ار. هما الاتنين دول بس اللي تشتغل بيهم كمصدر إضاءة في اللومينانس تشانل، غير كده بتلعب. طيب 32 بت بس، خلي بالك لينير كولر سبيس. طب ده هيفيدني في ايه؟ في كتير. لو ضغطت على الايكون بتاع الصورة دي هتخش جواها. فينا حاجة اسمها كولر بروفايل لينير اس ار جي بي. لو قلت له لينير كده انا بالظبط هخلي سينما يتعامل مع الايمج دي بنفس الكالر سبيس اللي هي اتصورت بيه. جميل. طب كده تمام. انا عايز اضيع السواد ده، شفت الاكسبوجر ده؟ افتح الاكسبوجر اهو. خلي 6. شفت الفرق؟ فرق ما يعلم به الا ربنا. كده اعرف اشتغل، كده اعرف اخد اضاءه. طب جميل. طبعا 6 5 4 على حسب بقى مقدار الاضاءه اللي انت عايز تاخده، يعني انت براحتك. في عندك بلاك بوينت ووايت بوينت، لو انت رفعت دي كده طبعا هتبقى هباب خلاص. وخلي بالك من دي كمان، الوايت بوينت لو انت رفعتها قوي الصوره هتضل، بس لو انت قللتها الصوره هتولع. يعني لو قللت دي كده الصوره نورت. ممكن على فكره اقللها قوي، بس هاجي هنا واخلي ده يعني افتكر كده كويس. تمام. عايز تعتمد على الاكسبوجر بس اعتمد عليه، يعني هو مجرد تريست هيريست كله. تمام. خلي ده 4 ونخلي دي 0.1. اهم حاجه ما يبقاش فيه بلو اوت، يعني الدنيا ما تبيضش هنا. خلاص اقفل اقفل. خلي بالكم هرجع لها تاني بس هقول لكم ليه. طب دي هوديها فين؟ يعني دي انا هحطها فين عشان تنور؟ لو طلعت هنا
للانفايرومنتس وضغطت وطولت الضغطه شويه، هتلاقي عندك سكاي حاسب، لان عندك فيزيكال سكاي دي فيها كلام تاني. لكن انا عايز سكاي، السكاي دي اعتبرها زي سفير كبيره بتحوط السين كلها، تمام؟ فهقول له سكاي، نزل لي السكاي زي ما انت شايف. هتمسك الماتيريال دي هتمسك الماتيريال دي وتسحب وتحط فوق السكاي. نزل ايه هنا؟ نزل التكتشر تاج، تمام؟ خلي بالنا من نقطه ان التكتشر تاج لما بينزل الماتيريال بتبقى بيكسل، يعني بيكسليتد بالشكل ده. ليه؟ لو ضغطنا دبل كليك هنا ورحنا على اديتور، هنلاقي عندي في حاجه اسمها تكتشر بريفيو سايز، ودي خلي بالك ان هي بتبقى لود جامد على الفيجا كارد او كارد الشاشه، تمام؟ لان كل ما انت بتزود الميجا بايتس اللي متاخده كل ما طبعا بيعمل لود جامد قوي. فانت هنا لو انت قلت له مثلا 256 ولا اي حاجه، لو قلت له 512 اهي بدات توضح، لو قلت له 424 بدات تظبط، تمام؟ لو قلت له 496 تمام، بس هيفي قوي، فانا خليني في النص شويه بس ابقى ضامن نفسي، تمام. بالشكل ده احنا لو لفينا بالكاميرا هتلاقي نفسك بتلف جودي. وعلى فكره انت ممكن نستخدمها كلوكيشن بقى ونحط الاخت دي، بس هعملها بعدين مش دلوقتي خلاص. بس المهم بقى انا عارف او شايف مصادر الاضاءه بتاعي. طبعا كده الاضاءه تبقى جايه من الشمال، تمام. اطلع قدام شويه، نعمل رندر. ما نورتش. ما نورتش ليه؟ لان دي ما بتنورش لوحدها كده. اللي ياخد اللايتنج من الهيدر عشان ينور السين بتاعتي الجي اي، افتح رينر سيتنج افكت جلوبال الومينيشن، كليك، وخلينا كده على الديفولت بتاعه، ونفتح نبعد دي كده ونعمل رندر. في اختلاف وفي إضاءة، والإضاءة بنفس الانفايرمنت، تمام؟ طيب الإضاءة ضعيفة شوية، خلي بالكم إن الموضوع هيفرق كمان شوية، تمام؟ لو الإضاءة ضعيفة شوية دبل كليك على التكتشر نفسها، وعندك هنا حاجة اسمها illumination اللي هي الإضاءة، كليك. فين عندك حاجة اسمها strength قوتها 100%، هنا بيقول لك generate GI، يعني دي هتطلع GI بس بسترينجز 100%. انا ممكن اقول له 100%، خلي بالك انها سنسيتيف قوي، خليها مثلا 130 ونرندر تاني. زي ما قلت لكم سنسيتيف جدا، وكالعاده عشان ما نغلطش غلطتنا اللي انا قلت عليها، انا هحط تكتشر وكده اقدر احكم على الاضاءه، تمام. حلو قوي. طيب نشوف بقى كده الدنيا. اولا في الجنرال انا عندي حاجه اسمها بريسيتس. لو فتحنا ديفولت في بريسيتس زي ما تقول قول، تمام ماشي. انا هقول له ديفولت، وتعالوا كده نشوف حاجه اسمها البرايمري ميثود. الجي اي بيشتغل ازاي؟ بصوا بقى عشان دي فيها رسم، فيها كلام، وفيها شغل. طبعا التكه اللي اتسمعت دي تكه القلم، حته الزبون ده كده، تمام. فل. الاخت دي بتمسح، جميل. العرض بتاعي يعني لا نمسح، خلينا كده وخلينا على كده، جميل قوي. بصوا كده، فلنفرض ان الضوء جاي من هنا،
تمام. البرايمري ميثود بيحسب اول ري، يعني دي مثلا مطلعه ري كده وري تاني كده وري تالت كده، خلاص، اللي هو مباشره الضوء جه من دي راح خابط، تمام، هنا، يعني جه خابط في كل حته كده، تمام، جميل. ده اللي بيحسبه او اللي بيحسب اضاءته هو البرايمري ميثود. السكندري ميثود بيحسب الضوء المرتد، بمعنى انا عندي ان الضوء ده جه هنا خبط هنا واكيد كمل وخبط هنا، تمام، لكن بعد ما خبط هنا كده ده الضوء المباشر، بعد ما خبط هنا ارتد منه هنا وهنا وهنا وهكذا، لما يخبط هنا هيرتد منه هنا وهنا وهنا. الاصفر ده مهمة مين؟ مهمة السكندري ميثود. اذا البرايمري ميثود بيحسب الدايركت راي، السكندري ميثود بيحسب الريفلكتد راي. لو احنا جينا شلنا دي تمام ورجعنا للكيرسور مره ثانيه، عندي السكندري ميثود، عندي حاجات كتير قوي طبعا تجرب، لان كل واحده لو قعدت اشرح فيها هناخد كورس في الجي اي. فمبدئيا انا بشتغل على الكيو ام سي او اللايت مابنج. لو قلت له كيو ام سي ده بيحسب، فاحيان على فكره الكيو ام سي بيبقى سريع واحيان تانية بيبقى بطيء. في المشاهد الخارجيه اشتغل بالكيو ام سي تمام هيبقى سريع، في المشاهد الداخلي لو اشتغلت بالكيو ام سي اوعدك انك مش هتخلص ريندر في سنتك، تمام، لان هو بشع في الاماكن المقفوله. ليه؟ لان في ارتدادات كتيره جدا 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 للضوء جدا. ده حلو قوي ان هو بيحسب البيكسلز اللي حوالين الاوبجكت بس، تمام. واللايت مابنج برضو ابن حلاله كويس، بس يعني لايت مابنج بيفضل في الانتريور، الكواسي مونت كارلو او الكيو ام سي بيفضل في الاكستريور. ده كده كده هتختار واحده من الاثنين. لو خدنا كيو ام سي، في عندي حاجه اسمها الديفيوز ديبث، يعني انت بتحسب كام ارتداده للضوء. طبعا الكلام ده في السكندري، انا قلت له مثلا احسب لي 5، خلاص هلاقي الدنيا نورت في المناطق اللي هي البينيه، المناطق اللي هنا دي، المناطق اللي هنا دي مش المناطق المعرضه للضوء بشكل مباشر، تمام. فيما معناه زي ما انت فهمت مظبوط، ان الحتت اللي في وش الاضاءه دي ده ملوش دعوه بيها، اما الحتت اللي زي دي او اللي تحت او اللي زي دي او اللي زي دي او اللي زي دي هو ده اللي هيحسب، تمام. فانا بديله بس ديفيوز ديبث بزياده شويه، بحيث لو انا عندي اوبجكت فيه تفاصيل كتير الاقيه منور بشكل كويس. 5 كتير قوي قوي على اوبجكت زي ده، لو 3 هيبقى اكتر من كافي. طيب تعالوا كده نعمل ريندر. تمام، خلي بالنا من النقط دي بنسميها السامبلز. افتكر الفرق السما من الارض. بصوا طيب تيجوا نقارن، تعالوا نقارن. انا هخلي دي نان تمام، وهعمل ريندر بس في البيكتشر فيور. استنى شويه، خلي بالكوا دي اسمها سامبلز عشان هتيجي دي كده من غير الكيو ام سي. نيجي هنا ونحط له كيو ام سي ونخلي الدبث ب2 عشان برضه اوريكوا الفروقات كلها، عشان لما ترندر، يعني معلش لو اقولها بالبلدي شويه، تبقى برنس في الرندر، عارف كل رقم بتكتبه بيعمل ايه. هو انا المفروض اعمل ايه؟ اسف، المفروض رندر. تمام، استنى شوية. هيبان الفرق.
اعتقد يعني هو متهيألي الفرق واضح يعني من غير حتى ما ارجع للصورة القديمة. تمام، لو جينا نبص يعني، طب خلي بالنا دي خدت 23 ثانية، تعالوا نحط ده 8. انا عارف ان 8 دي كتير 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 فعلا يعني، ونعمل انتر. تمانية دي على فكرة تحطها لما يبقى عندك، مش تمانية تحطها، أقصد تزود عن اتنين لما يبقى عندك أوبجكت تفاصيله كتير، عندك مثلا عربيات كتير واقفة جنب بعضها حاجة زي دي مثلا، عندك زحمة في السين، عندك أوبجكتات داخلة في بعض، فأنت بتزود شوية الديفيوز ديبث بحيث تسمح للضوء إن هو، أو تسمح للجي أي إنه يحسب سامبلز أكتر في الأماكن اللي الضوء فيها مش مباشر. عشان نقارن بشكل عملي، طبعا واضح انها زادت عن 23 ثانية، دخلت هتخش على 46 ثانية. تعالوا كده نخلي الصورة دي اللي هي الأولانية هتبقى الصورة A، والصورة دي هتبقى الصورة B. هنا بيديلك الخط الفاصل ده. أنا عايز A و B يبقى كده. بص دي اللي هي A ودي B، أو آسف دي A ودي B، شايفين الفرق؟ لو بصيت هنا كده، طيب لو أنا رحت لدي حلو وخليت دي اللي هي B، طبعا دي كانت الأولانية خالص، بص يعني دي كانت من غير من غير الكواسي مونت كارلو، ودي كانت بالكواسي مونت كارلو. طبعا الفرق واضح جدا. طيب انا هسيب الكواسي مونت كارلو، الدنيا تمام في السامبلز هنا على فكره. دي لازم هتزيد لو انت بتعمل برودكشن ريندر، دي لازم هتزيد لان هتطلع نويز لو دي ما بقت اقل من اللزوم يعني. طبعا يعني انا ممكن اقول له هنا اما بالاكيرسي، وانا بفضل عمليه السامبلنج واكتب السامبلز اللي انا عايزه. وخلي بالك ان السامبلز دي رقم مربع، لا اسف رقم مش مربع، رقم مفرد. تمام، لو جينا نعمل ريندر بسامبلز 64 انا ما افتكرش ان يطلع معانا حاجه، لان اصلا احنا لسه ما حطيناش تكتشرز، العيوب مش هتظهر غير لما نحط التكتشرز. ظهرت في عيوب، ظهرت لو احنا جينا عملنا زوم. زوم تمام، دي سامبلز 64 لو احنا جينا عملنا ريندر. يا ابني ريندر دول مش عايزهم. هنلاقي فيه نويز طبعا. خلي بالك من حاجة، انك كل ما بتقرب من الكاميرا او كل ما بتقرب للكاميرا للاوبجكت بالكاميرا وقت الرندر بيزيد، فدي حاجة تخليها في اعتبارنا. بدأ يظهر نويز، بصوا النويز ظاهر هنا، تمام ظاهر هنا ظاهر هنا. في كمان معرفش حاجة انتوا واخدين بالكم منها ولا لا، في تحس ان في حته زي دي كده هنا كده تحس ان هو ملطش، حته فاتحه حته غامقه سنه، نفس القصه هنا. ده جاي منين؟ ده جاي من حتتين على فكره. النويز دي الاول دي جايه من السامبلز، في معناه ان احنا لو رحنا هنا وجينا هنا رفعنا السامبلز دي من 64 ل مثلا 128 كانت تقريبا رفعت الضعف. الحاجه التانيه ده بقى مش محتاجه، ده نخليه 3. وجينا عملنا ريندر مرة تانية،